للحديث أكثر عن تطورات الأوضاع في فلسطين ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المختص في الشأن الفلسطيني الأستاذ صلاح الدين العواودة. أستاذ صلاح الدين، بداية مرحبا بك. في اليوم السابع للعدوان على فلسطين، على غزة، كيف تقرأ ما يجري وتصف ما يجري في غزة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو ما يجري لم يعد غريبا يعني ولا مفاجئا على المشاهد والمراقب سواء عربيا أو دوليا. هناك صراع بين الشعب الفلسطيني وبين قوات الاحتلال، هذا الصراع يتصاعد كل فترة ونشهد جولة من القتال ونعود على نفس التصريحات ونفس المواقف الدولية بين شجب وتنديد سلبي من جهة، وبين مقاومة تدافع عن شعبها واحتلال همجي مجرم من جهة أخرى. هذا خلاصة المشهد. نحن اليوم كما في الحروب السابقة، العدو يستخدم كامل قواته وإمكانياته لتدمير الشعب الفلسطيني ولقتله ولتهجيره. هو ظن أنه يستطيع الاستفراد بالقدس وتحييد قطاع غزة وإشغال قطاع غزة في ذاته وعدم تدخله في القضية الفلسطينية حتى، وذهب ليستفرد بالقدس ليرحل السكان من هناك من أحيائهم وليعتدي على المسجد الأقصى. فردت عليه المقاومة بأن القدس خط أحمر وهي قضية مقدسة للفلسطينيين لا يمكن السكوت عليها. هذا بالنسبة للاحتلال تحدي خطير واعتداء على سيادته، وهذا ما برر من جهة الاحتلال الإجرام الذي نراه في قطاع غزة. لا يملك الاحتلال أدوات ضغط فاعلة على المقاومة في غزة إلا قتل المدنيين، وهذا ديدا القوى الطاغية عندما يكون الصراع غير المتكافئ. لماذا يظهر مجلس الأمن مقيدا أكثر من غير مرة؟ يعني الصليب الأحمر دعا مجلس الأمن إلى تحرك ولكن لم يحرك ساكنا. ما دام العالم بتركيبته الحالية وتحكمه الولايات المتحدة، لا نتوقع من مجلس الأمن فعل شيء. في النهاية حتى لو اجتمع مجلس الأمن وقرر، حتى لو كان القرار تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، فالفيتو الأمريكي سيكون جاهزا. ما دامت الصهيونية الإنجيلية تحكم الولايات المتحدة فهي أخطر على العرب والمسلمين من الكيان الصهيوني نفسه. هي من أنشأ الكيان الصهيوني وهي الداعم والراعي له، وهي التي تضمن أنه حتى لو هزم الكيان الصهيوني ستدخل هي الحرب مباشرة. لذلك لا نتوقع من مجلس أمن تحكمه الولايات المتحدة أن ينصف العرب أو ينصف المسلمين أو ينصف الفلسطينيين في يوم من الأيام. كيف تقرأ هذا الإصرار بالاستمرار على المواجهة، مواجهة الاحتلال الصهيوني؟ لا يملك الفلسطينيون خيار غير المواجهة. اليوم دولة الاحتلال دولة فاشية عنصرية تريد تطهير فلسطين بعد أن أخذت الكيان عام 48 وأخذت باقي فلسطين عام 67. اليوم ما يقوم به الاحتلال في القدس وفي غير القدس هو تهجير للفلسطينيين وتهويد للأرض وتهويد للممتلكات وللمقدسات. لذلك لا يستطيع الفلسطينيون إلا أن يواجهوا كما واجهوا في العشرينات إقامة المشروع الصهيوني في فلسطين، وكما حاربوه في 35 وفي 48 وفي كل العقود الماضية. اليوم الفلسطينيون يدافعون عن أنفسهم. ماذا فعل العالم ومجلس الأمن لأكثر من 7 ملايين لاجئ ما زالوا يعيشون في الشتات خارج فلسطين؟ وماذا يفعل الناس يعيشون تحت الاحتلال منذ عام 67؟ في القدس والضفة الغربية تبنى المستوطنات ويعربد الاحتلال. مجلس الأمن لم يفعل شيء غير تنديد في أحسن الأحوال من المجتمع الدولي. الفلسطينيون لا يملكون إلا أن يدافعوا عن أنفسهم. لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يستسلم، لا يمكن للشعب الفلسطيني أن، ممكن القضاء على الشعب الفلسطيني إبادته تماما، لكن أن يستسلم، أن يرفع الراية البيضاء الشعب الفلسطيني لا يمكن. سيقاوم التهويد ويقاوم الاستيطان، سيقاوم التهجير والترحيل بكل ما أوتي من قوة. ماذا عن المفاوضات العربية والدولية لإيقاف العدوان؟ هل هناك من مؤشرات على هذه المفاوضات أكثر فاعلية، أم أن المقاومة ربما تستطيع فرض شروطها؟ المقاومة ستفرض شروطها. المقاومة وضعت خط أحمر للاحتلال، وسيفهم الاحتلال حتى لو لم يعترف الآن في هذا الكلام، سيفهم الاحتلال أن اللعب بالنار، اللعب في القدس هو لعب بالنار، أن أي استيطان جديد في القدس يعني فيه صواريخ على تل أبيب. هذه المعادلة فرضتها المقاومة، اعترف الاحتلال بها أم لم يعترف. لذلك قد تنتهي هذه الجولة وتنجح الوساطات بتثبيت الأوضاع. الاحتلال الآن يمهد لذلك، يقول بأن أن الجيش الاحتلال حقق أهدافه من هذه الحرب، ضرب غزة بشدة من ناحية
ردعها حسب اعتقاده، وبإمكانه إعادة الهدوء، وهذه الأهداف فقط. ومن ناحية المقاومة يعني أستاذ صلاح الدين العبودة، ما المطلوب عربيا عندما تتحدث وزارة الصحة عن أكثر من 200 شهيد أو أكثر من 1200 أو 1300 جريح؟ الآن ما هو المطلوب عربيا تجاه وقف هذا الاعتداء الصهيوني على فلسطين أو على قطاع غزة؟ المطلوب عربيا معروف من رأس الدور، كل عربي ومسلم يعرف بأنه مطلوب من العرب الوقوف ضد الاحتلال، من المطبعين أن يوقفوا تطبيعهم، من غير المطبعين أن يضغطوا على هذا الاحتلال، أن يسمحوا لشعوبهم بالتظاهر، أن يمارسوا دورهم في منظمة المؤتمر الإسلامي وفي جامعة الدول العربية وفي الأمم المتحدة للضغط على الاحتلال، أن يمارسوا ضغوطا على المجتمع الدولي، على الأطراف الدولية الداعمة للاحتلال. هذا مطلوب بالمستوى الرسمي، وبالمستوى الشعبي مدعو مطلوب كل شيء، والشعوب تعرف، ولكن يسمح فقط إذا سمح لها من قبل الأنظمة. الشعوب تعرف دورها، تعرف الدعم المالي والدعم العسكري والدعم الشعبي وكل أشكال الدعم، هذا الشعوب تعرفه وتحفظه جيدا. المهم أن الأنظمة العربية تسمح بذلك، هي مطلوب منها دور ومطلوب لها أن تسمح للشعوب بالتعبير عن دورها. لا يجوز أن يبقى الاحتلال مستفرد بالقضية الفلسطينية وبالقدس، وهي القبلة الأولى لكل المسلمين، وقضية العرب الأولى. لا يمكن أن تسمح الأنظمة للاحتلال قضية أن يبقى العرب قضية العرب الأولى وقضية المسلمين الأولى. بالطبيعي طبيعي قبلة المسلمين الأولى وقضية العرب الأولى، هذا مفروغ منه. وبالتالي مطلوب من أن هذه الأنظمة إذا كانت عاجزة تسمح بالشعوب تعبر عن رأيها، هذه الأنظمة يجب أن على الأقل بالحد الأدنى تتصرف. لا تستطيع أن تحارب إسرائيل، وهي تستطيع، أنا أقول أنها تستطيع، لكن إذا كانت هي غير مقتنعة أنها مستطيعة محاربة إسرائيل، فلتسمح للشعوب بدعم الفلسطينيين. على الأقل إسرائيل لا تحارب بجانبها الجيوش الأوروبية والجيوش الأمريكية، لكنها تمدها بالمال والسلاح وبالدعم في مجلس الأمن وبالدعم في المؤسسات الدولية. هذا أضعف الإيمان يعني مطلوب من الأنظمة العربية والدول الإسلامية. شكرا جزيلا لكم من إسطنبول المختص في الشأن الفلسطيني الأستاذ صلاح الدين العبودة.